السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتنا قناة المزارع الصغير. الفيديو بتاع النهاردة بيتكلم عن طريقة سهلة وبسيطة جدا، وهي كيفية زراعة الكركديه على سطح المنزل. أول حاجة بنعملها بنجيب التوابل بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعد كده هنجيب الشكارة بتاعتنا ونبدأ نملاها بالتربة. وادي يا جماعة التوابل بتاعتنا، هنبدأ نزرعها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ولازم نتأكد يا جماعة ان التقاوم الدارية كويس تحت التربة. هنجيب المية بتاعتنا ونبدأ نرغي، وهنفضل نروي التربة لحد ما نتأكد ان التربة شبعت من المية. وهنروي التربة كل ما نحس ان هي نشفت، وما ننساش قشر البيض، ومفيد جدا للتربة، وده بدل الأسمدة والمواد الغذائية. وادي يا جماعة الكركديه بتاعنا بعد ما طلع اهو، طلع شكله جميل جدا. ودي طبعا طريقة سهلة وبسيطة جدا، واتمنى كلكم تجربوها. ولو فيديو يعجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.